يلعب قطاع المصارف دورا بارزا في تمويل النمو الاقتصادي فضلا عن دوره في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي للاقتصاديات الحديثة. وعلى الرغم من أن القطاع المصرفي العراقي يعد من النظم العريقة في المنطقة العربية، إلا أنه يبقى نظاما تقليديا في عمله، بطيئا في تطوره. يعاني المواطن العراقي من عدم تناسب الخدمات المصرفية مع المتطلبات والحاجات الاقتصادية للعراق في ضوء توجهات نمو اقتصاد السوق، حيث يبلغ عدد الخدمات بحدود 20 خدمة بما فيها التوطين والقروض الإلكترونية، مقارنة بما أتاحته المادة 27 من قانون المصارف، والتي بلغت أكثر من 50 خدمة مصرفية، وهي أقل مما تقدمه المصارف العربية والأجنبية. الرؤية المستقبلية الخاصة بالواقع المحلي لعملية الإصلاح المصرفي من قبل القائمين عليها لا تزال ضبابية أو معدومة، إذ إن خصوصية وضع القطاع المصرفي وما يعانيه من مشاكل تحتم وضع تصور خاص يتناغم مع الواقع الحالي ومع التجارب المتطورة في الخارج، وهذا ما يعكس تأخر المصارف الحكومية وبعض المصارف الخاصة في اقتناء أنظمة مصرفية شاملة أو ربط فروعها بشبكة اتصالات مع إداراتها العامة، وعدم قيامها باتخاذ الإجراءات المناسبة.